السلام عليكم متابعي قناة زيانية. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا جينا ان شاء الله ناخذ الحولي ديالنا. ها انتم معايا تبارك الله الخير. اليوم عيد العيد ديال عرفة وغدا ان شاء الله العيد الخير موجود تبارك الله. تبارك الله هاد السيدة هو شرف. احنا ان شاء الله نستناو سيدي سالي ويخرج لينا الحولي ديالنا. هز راسك غنشوفوك. وهنايا كاينين الخرفان صغيورين كيف ما كتشوفوا كل واحد على قد جهده. ها هما الخرفان صغار وهنايا الخرفان شويه متوسطين ولهي الخرفان الكبار. انا غندخلكم تبارك الله ما شاء الله. هاد السيد انا تعودت نشري ما عنده الحولي في العيد والخوت ديالي شراو من جهه اخرى وانا شريت من عنده. تبارك الله يا سي انور العلف تبارك الله. الله يبارك بيه مزينه. ها الواليد فينا متشرفين الحاج لاباس كلمة بابا. انا وش تبارك الله هذا ما شاء الله الثمن ديالو 46000 ريال. شوفوا تبارك الله شحال زوين. لا لا ماشي ديالي ديالي الداخل من الكبار ان شاء الله. اه هو الحولي جبناه جبناه ليه التبن. اه هو الحولي تبارك الله ما شاء الله. ها هو البنات هاد الحولي خلصتو 84000 ريال والله شاهد عليا. شوفوا تبارك الله ها هو نهبطو ان شاء الله ونوري لكم. ها هو جبنا لي الجلبانه ياكلها. ها الحولي ديال الواليده حتى هي حطيناه هنايا جبناه البارح. دابا غنخرجوا ندخلوا الحولي الاخر. الحولي باع ياكل ويشبع. ما شداش مزيان. الحولي باع. ادخل عند صاحبك ادخل. يلا زيد دخل عند صاحبك. الحولي باع. يلا قولوا قولوا.
والحاولي باع أولدي رادات مع أبه. سير أولدي سير تبارك الله. ايوا شاركت معاكم الحولي ديالي ان شاء الله ديال العيد، ونشارك معاكم ان شاء الله لقطات غدا للعيد. ومبروك عيدكم جميعا يا ربي انتم وجميع المسلمين. صباح الخير عليكم متتبعي قناة زيانية. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا نهار العيد، حنا كنصوبوا هنايا البطبوط انا والوالدة، ها هو كتخبز فيه مسكينة. صباح الخير ماما. صباح الخير بنتي. مبروك العواشر. الله يبارك فيك بالصحة والسلامة وكل ما تمنيتي. ها هو كيف ما كتشوفوا الوالدة كتبارك لكم العيد. الله يطول في عمرهم، الله يجازيهم بخير، الله يا من كل اعياد وافراح يا رب العالمين. امين يا رب جميع المسلمين كاملين يا ربي امين. وهنايا البنات حنا درنا شويه الخبز، انا غطيته باش يخمر، ودرت واحد الكيكه ها هي لداخل باش نفطروا ان شاء الله. ودابا غادا نطلع نصور لكم شويه، غادي نذبحوا. ها هو لابيسين فين غنغطسوا الحولي يعوم. لا هو الحولي كنضحك معاكم. ها هو الحولي جبناه هنايا ربطناه باش ما يشوفش خوه الحولي كيتذبح. والاخر راه هو غادي يذبحوه.